أخبار الخامسة مشاهدين، أهلا بكم إلى أخبار الخامسة. البداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوقع على قانون المقاول الذاتي المنظم للأنشطة الاقتصادية المعرفية والرقمية الجديدة والمحرر لروح المبادرة المقاولاتية لولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري مكالمة هاتفية مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هنأه فيها باليوم الوطني لقطر ولما حققته من تميز ونجاح في تنظيم بطولة كأس العالم فيفا في نسختها 22. الجزائر تجدد التزامها بترقية وحماية الطفولة وفقا للاتفاقات الدولية، والوزير الأول يؤكد العناية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية للنهوض بحقوق الطفل خلال الجلسات الوطنية حول واقع الطفولة في الجزائر. وتتابعون انطلاق فعالية الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج والألبسة والجلود والتجهيزات. وقيمة الصادرات خارج المحروقات تبلغ 6 ملايير دولار محققة منحا تصاعديا للمبادلة التجارية. في المستهل، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على قانون المقاول الذاتي الذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي. كما يهدف القانون إلى تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي. القانون هذا يمنح أيضا فرصة لشركات الناشئة بتخفيض أعبائها وتمكينهم من الاستعانة بمتعاملين مستقلين والاستغلال المشترك للموارد البشرية. قانون المقاول الذاتي هو أيضا صيغة قانونية ملائمة من أجل تصدير بعض الخدمات الرقمية، ويتضمن شروطا للحصول على صفة المقاول الذاتي مثل بلوغ سن العمل، الجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر. هذا وسيتم تأسيس سجل وطني للمقاول الذاتي وإنشاء مؤسسة عمومية تتكلف بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي لاستصدار بطاقة المقاول الذاتي. أجرى مساء أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هنأه فيها باليوم الوطني لقطر متمنيا له وللشعب القطري الشقيق مزيدا من الرخاء والتقدم. كما قدم السيد الرئيس بذات المناسبة تهانيه الحارة لدولة قطر قيادة وشعبا لما حققته من تميز ونجاح على كل المستويات في تنظيم النسخة 22 من بطولة كأس العالم فيفا. وبدوره شكر أمير دولة قطر الشقيقة رئيس الجمهورية على نبل مشاعره متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الهناء والازدهار. أشرف اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بقصر الأمم نادي الصنوبر على افتتاح الجلسات الوطنية حول واقع الطفولة في الجزائر، إنجازات ورهانات بحضور رئيس المجلس الشعب الوطني إبراهيم بوغالي ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثلة اليونيسف بالجزائر، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء وممثلي هيئة استشارية وطنية. اللقاء الذي يناقش عدة مواضيع تخص الحماية الأسرية والصحة والتعليم النوعي للطفل تنظمه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. الوزير الأول جدد بالمناسبة التزام الدولة بمواصلة العمل على ترقية وحماية الطفولة على ضوء العناية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية للنهوض بحقوق الطفل والاستثمار فيه في إطار احترام الجزائر بالتزاماتها للاتفاقات الدولية في المجال. إن اختيار تاريخ انعقاد هذه الجلسات بالتزامن مع الذكرى 30 لمصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
له دلالات تنطوي على أبعاد استراتيجية، ومن أبرزها تأكيد بلادنا على احترام التزاماتها الدولية والحرص على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي كما تعلمون أولى عناية قصوى وفائقة للنهوض بحقوق الطفل، إيماناً منه بأن الاستثمار في طفل اليوم يحدد مصير المجتمع مستقبلاً. لقد انخرطت الجزائر سريعاً في جهود المجتمع الدولي في مجال حماية الأطفال وترقية حقوقهم، حيث صادقت على كل اتفاقيات الدولية ذات الصلة. لقد حظي محور الطفولة في مخطط عمل الحكومة بحيز هام تمتد فروعه لتشمل مختلف المجالات، حيث يهدف خصوصاً حماية الأطفال من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال. وقد تم من أجل ذلك اتخاذ كل التدابير المناسبة لوقايتهم وتوفير الشروط اللازمة للمائهم ورعايتهم والحفاظ على حياتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة في بيئة آمنة. والآن مشاهدينا يتجدد الموعد الاقتصادي مع زميلة صليحة محمدي. أهلا بك صليحة. أهلا بك رشيد، مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، نلتقي بعد الفاصل. بداية بالمركز الدولي للمؤتمرات، أشرف اليوم وزير الصناعة أحمد زغدار على انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج والألبسة والجلود والتجهيزات تكستيل إكسبو. ويعرف الصالون الذي سيتواصل إلى غاية 21 ديسمبر مشاركة عدة مؤسسات ناشطة في مختلف فروع ومهن النسيج والجلود من دول عربية وأجنبية. يفتح هذا المعرض الدولي المجال أمام المصنعين الجزائريين بتكثيف اللقاءات وإبرام شراكات تعاون مع الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال، في مجال النسيج والجلود، وكذا معرفة آخر التطورات الحاصلة في هذه المجالات. قطاع النسيج والجلود أحد القطاعات الأساسية للصناعة التحويلية، ما يعادل 3% من الفاتورة الإجمالية السنوية للاستيراد، وهي نسبة عالية تعكس حجم السوق الجزائرية وأهميتها كسوق واعدة للاستثمار في الصناعة النسيجية والجلود. تتواصل بقصر المعارض بالصنوبر البحري فعاليات معرض الإنتاج الجزائري في طبعته 30 بمشاركة حوالي 600 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة. وعلى هامش المعرض أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أن قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات بلغ 6 ملايير دولار شهر نوفمبر الفارط، مبرزا أن منح المبادلات التجارية في تصاعد مستمر. المنتوجات تصدر لأربع قارات ليس فقط إفريقيا، هذه المنتوجات تصدر إلى الولايات المتحدة، إلى كندا، تصدر إلى دول أمريكا الجنوبية، تصدر إلى آسيا، تصدر إلى أوروبا. منتوجاتنا أصبحت تغزو كل هذه القارات، ليس هذا حبا ومنة في منتوج الجزائري، بل أن المنتوج الجزائري يتصف بالمواصفات العالمية من ناحية الجودة، من ناحية الصلابة، من ناحية النوعية، وأيضا من ناحية السعر. والدليل أن في 30 نوفمبر رانا محققين أكثر من 6 ملايير دولار تصدير، وهذا دليل وعلامة فارقة بأن السياسة التي انتهجت سواء في الصناعة المحلية أو أيضا في التصدير لفخامة الرئيس حققت كل أهداف المسطرة. تتواصل بقصر المعارض بالصنوبر البحري فعاليات معرض الإنتاج الجزائري في طبعته 30 بمشاركة حوالي 600 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة، من بينها 20 مؤسسة صناعية عسكرية تسجل حضورا مميزا لما لهذا القطاع من أهمية ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية. القوات البحرية للجيش الوطني الشعبي بوحداتها الثلاث تشارك بسفن جديدة مصنعة محليا، وهو ما يعزز من مكانة الأسطول البحري الجزائري في حوض البحر الأبيض المتوسط، يقول عبد الجبار بن يحيى. غراب 58
قاذف الصواريخ، اسم مهم في الأسطول البحري الجزائري، يقود العمليات في القواعد الثلاث المنتشرة عبر الساحل الجزائري. له دور رئيسي في الرصد والدفاع عن المياه الإقليمية الجزائرية ضد كل تدخل أجنبي. تنتهج البحرية الجزائرية مسار التصنيع المحلي في بناء السفن التي تعزز الأسطول البحري، وفق برنامج جديد لتحديث البحرية يجعلها من أقوى بحريات الأبيض المتوسط. مهمة للقوات البحرية حيث تقوم بتعريف المواطن بمختلف المنتوجات خصيصا المعدة لتدعيم أسطولنا البحري القوات البحرية بوحدات قتالية مزودة بمختلف الأسلحة، وهذا لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية. تملك البحرية الجزائرية أسطولا حربيا مشكلا من فرقاطات وطرادات وغواصات مجهزة بأنظمة رصد لأحدث التكنولوجيات في المجال العسكري البحري. مؤسسة البناء وتصليح البحريين في البحث مستمر على مؤسسات جزائرية تنتج منتوج جزائري 100%، وهذا التعامل معها في منتوجاتنا على مستوى المؤسسة أو على مستوى وحدة بناء وبناء السفن بعنابة، وهذا لرفع نسبة الإدماج إلى مستويات عليا. الصناعة العسكرية البحرية الجزائرية تملك الأهلية اللازمة في تنفيذ مهام تصميم الإنجاز البحري والتصليح وفق وحدات هيكلية تمثل البناء البحري والإسناد اللوجستيكي. صندل أنموذج للسفن الخدماتية الموجهة للعمل في الموانئ، وهذه زوارق الإنقاذ على تنوع أحجامها تستخدم من قبل القوات البحرية وخفر السواحل. للحوض العائم هذا مهمة الصيانة بقدرة حمولة تصل إلى 4500 طن، هو فخر مؤسسة البناء والتصليح البحري. صندل زورق نصف صلب جسر عائم وزورق الإنقاذ الموجهة للعمل على مستوى القوات البحرية لمهام الإنقاذ في البحر، إسعاف المرضى ونقلهم، وكذا إطفاء الحرائق الناشبة في السفن. البحرية الجزائرية حاملة لواء القوة والاحترافية في الحوض الأبيض المتوسط. وبمواصفات تقنية واقتصادية فريدة تصنع السيارة الخضراء التميز في معرض الإنتاج الوطني. السيارة تعمل عن طريق شحنها بالكهرباء دون انبعاث الغازات المضرة للبيئة. تفاصيل أوفى في روبورتاج حمو أجانة. ليست كبقية المركبات، سيارة كهربائية نموذجية صديقة للبيئة تصنع الحدث في أجنحة معرض الإنتاج الوطني. سيارة كهربائية هي سيارة موجهة للاستعمال في المدينة، والمميزات نتاعها أنه هي سيارة كطبيعة الحال سيارة كهربائية فيها بطاريات الليثيوم. احنا هذه السيارة درناها كنموذج، يعني كنموذج ماذا بنا يجسد إن شاء الله في المستقبل. لمميزاتها التقنية والاقتصادية جذبت هذه السيارة أنظار زوار المعرض فأبدوا إعجابهم بها. السيارة هذه على حسب الكاركتيرستيك. إلى مستجدات أسعار النفط في العالم، حيث استعادت أسعار النفط قوتها اليوم بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9% إلى 79.64 دولارا للبرميل بارتفاع 60 سنتا أو 0.8%. وإلى أسعار المعدن الأصفر، حيث استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1795 دولارا و86 سنتا للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب0.1% مسجلة 1802 دولارين و50 سنتا للأوقية. ختام النشرة بصرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، فلنتابع.
ختام المواعيد الاقتصادية، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، وعودة إلى زميل رشيد وبقية الأخبار. شكرا زميلتي صالحة محمدي، نلتقي في مواعيد اقتصادية مقبلة. في النشاط البرلماني، استمعت اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني إلى رؤساء المجموعات البرلمانية في إطار دراسة مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. شدد وزير الاتصال محمد بوسليماني على ضرورة الاهتمام بتكوين الإعلاميين من أجل مواكبة التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، مؤكدا على أهمية المواقع الإلكترونية للصحافة المكتوبة العمومية في المساهمة بكل احترافية في تطور الفضاء الإعلامي الوطني. بوسليماني وخلال زيارته لمقري يوميتي المجاهد ولوريزون أبرز دور الإعلام الجواري في مرافقة جهود التنمية الوطنية. وجود المراسلين عبر مختلف الولايات، اليوم عندنا 58 ولاية، والتقرب من المواطن وداخل في إطار الإعلام الجواري، واليوم أهم شيء هو الإعلام الجواري، لأن المواطن محتاج تكون عنده المعلومة على المستوى الوطني، وكذلك يكون عنده المعلومة فيما يخص التنمية المحلية، والتنمية المحلية تكون بفضل الإعلام الجواري. كما موجود مثلا في الإذاعة، عندنا محطات إذاعية في كل ولاية، احنا طلبنا من الصحافة العمومية المكتوبة باش يوسعوا المراسلين باش يكونوا أكثر مراسلين من اليوم. والشيء اللي نستناو منه هي باش تزيد تطور الصحافة العمومية، لأنها هي تعتبر القاطرة. إثراء مدونة الشعب المهنية لقطاع التكوين المهني بتخصصات جديدة من أجل تمكين الشباب من ولوج عالم الاستثمار والمقاولة، سيما في المهن التي تتعلق بالصناعة، وهو ما أكده وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي أمس خلال زيارة عمل إلى ولاية تلمسان. التغطية لسفيان مقلي. توفير محيط اقتصادي مناسب لخريجي قطاع التكوين المهني هو الهدف الذي تسعى لتحقيقه أجهزة الدعم والمرافقة كي تنتج لنا شبابا يؤمنون بثقافة المقاولاتية. تخرجت في 2022 وبديت نخدم في مجال زيوت الطبيعية وصناعة مواد تجميل طبيعية. جميع المواد الأولية اللي نخدم بها، النباتات والبذور والورود، كلها موجودة في الجزائر ومتوفرة. وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، ولدى إشرافه على افتتاح معهد وطني متخصص في التكوين المهني بسبدو جنوب تلمسان، أكد على ضرورة جعل التكوين المهني وسيلة لتنمية الاقتصاد الوطني. وعول القطاع على نمط التمهين باعتباره الطريق الأنجع إلى عالم المقاولاتية، خاصة أن القطاع يخطو خطوات قوية ومتسارعة في مجال الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين على غرار الاتفاقية الممضاة مؤخرا مع شركة فيات، والتي تم من خلالها الاتفاق الأولي على إدماج 188 متمهن من معهد التكوين والتعليم المهنيين سينيا بوهران في شركة فيات. الوزير أشرف أيضا على إمضاء اتفاقية شراكة مع القطاعات الصناعية والخدماتية بالولاية بما يتماشى واحتياجات سوق العمل في المنطقة. في خبر آخر، توجت الجزائر بالمرتبة الأولى عربيا ضمن 16 دولة مشاركة في أولمبياد الرياضيات العربي عن بعد، والتي احتضنتها الجمهورية التونسية من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري، حيث انفرد التلميذ محمد وسيم مدور من ثانوية رابح بطاطب العاصمة، انفرد بحصوله على العلامة الكاملة في جميع مسائل الاختبار لتحصد الجزائر 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية. هنيئة.
دوليا وفي المغرب، ووسط موجة من الاحتجاجات الشعبية على الأزمات الاجتماعية ونهج التطبيع الذي اتخذته سلطات المخزن، فضيحة مدوية في قلب البرلمان الأوروبي فجرها النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي جوزي بوفي، والذي كشف عن خيوط رشوة تورط فيها وزير الفلاحة المغربي السابق والذي يتولى حاليا منصب رئيس الحكومة رفقة 15 نائبا أوروبيا، وذلك في إطار اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. التفاصيل في هذا التقرير لسليم حمدي. Sous la pression à la fois du ministre de l'agriculture marocain qui est aujourd'hui وزير الفلاحة المغربي الذي أصبح اليوم رئيسا للحكومة كان يحظى بدعم النادي الخاص بالنواب الفاسدين الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان الأوروبي، ولعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع فقد اقترح أن يقدم لي هدية في مقهى في مونبولي بشكل سري. لم تكن دعوة على إبريق شاي، بل كانت دعوة لعرض رشوة من وزير الفلاحة الأسبق عزيز أخنوش على هذا النائب البرلماني السابق. فضيحة فجرها جوزي بوفي الذي شغل منصب مقرر لجنة التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2009 و2014 والمكلف بملف اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه مع المغرب. الفضيحة المدوية التي تضاف إلى سجل فضائح المخزن حتى على حلفائه قوضت أركان البرلمان الأوروبي ووضعت أوروبا قاطبة في مرمى نيران الرأي العام المحلي والدولي. 15 نائبا أوروبيا وصفهم النائب السابق جوزي بنادي المفسدين كانوا قد تلقوا رشوة من لدن عزيز أخنوش الذي يشغل حاليا منصب رئيس الحكومة في نظام المخزن. القضية التي تولت النيابة العامة البلجيكية التحقيق فيها كشفت عن تورط فعلي للنواب الأوروبيين في قضايا رشاوي قدمها لهم أخنوش الذي كان وزيرا للفلاحة وقتها، في حين أقر بعض من النواب المرتشين عن كونهم جزء من منظمة تستغلها المصالح الاستخباراتية المخزنية. سلسلة فضائح نظام الرباط التي أضحت حقيقة مؤكدة لم تتوقف على التجسس والتلاعب بالتقارير فحسب، كما لم تعد تستهدف من يعتبرهم المخزن أعداء له. والشاهد هنا فضيحة أخرى فجرتها جريدة لوموند الفرنسية على موقعها الإلكتروني، حيث تم توقيف إحدى نواب البرلمان اليونانية إيفا كايلي بعدما أقر رفيقها فرانشيسكو جورجي الخميس الماضي للمحققين البلجيكيين إنه وكايلي كان ضمن منظمة يستغلها المغرب بهدف التدخل في الشؤون الأوروبية. الصحيفة الفرنسية ذكرت أن النائب الاشتراكي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري مؤسس المنظمة غير الحكومية محاربة العقاب وقع هو الآخر في براثن الرشوة المخزنية بعد تلقيه أموالا بواسطة الدبلوماسي عبد الرحمن عثمون سفير المغرب الحالي ببولندا. وثائق قديمة وسرية من البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي كان قرصان إلكتروني قد نشرها العام 2014، تشير الوثائق إلى أن بانزيري قد قدم على أنه ذلك القادر على الدفاع عن المبدأ المزعوم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة. منذ أسبوع وردتنا معلومات حول الضغوطات الممارسة على الشعب الصحراوي، لقد نددنا بتلك الممارسات منذ سنوات، لقد شهدنا كيف تقدم الدبلوماسية المغربية الرشوة للجان البرلمانية، وقد شهدنا أن المغرب كيف يتجسس على الأوروبيين وتقوم بالتحرش الدبلوماسي على عدد من اللجان الخاصة بحقوق الصيد والفلاحة. نحن نندد بشدة هذه الأفعال المشينة الكافية من أجل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي الإجراءات ضد المغرب. مكائد المخزن وألاعيبه القذرة ما تنفك حتى ترتد عليه لتتحول إلى فضائح بعضها فوق بعض، فضائح لا شك أنها عرت نظام الرباط والقادم أسوأ على زبانيته. و
وعليه نددت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بالتورط المشين لأعضائي البرلمان الأوروبي في فضيحة الرشاوي مع النظام المخزني، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ومختلف هيئاته واعون كل الوعي بمخاطر التغاضي عن ابتزاز المخزن المعهود، وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل مؤسسات الهيئة الأوروبية بما فيها القضائية والتشريعية على محك المصداقية. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، شيع الفلسطينيون في مخيم قلنديا برام الله جثماني شهيدين الشقيقين محمد ومهند يوسف اللذين دهسا عمدا من قبل مستوطن يهودي جنوب نابلس. يحدث هذا في وقت اعتقلت فيه قوات الاحتلال الصهيوني 11 فلسطينيا في مناطق من الضفة الغربية. في أخبار الرياضة، اختتمت أمس منافسات كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، والتي شهدت تنظيما محكما تمكنت من خلاله دولة قطر من إبهار العالم، حيث رفعت السقف عاليا مما جعلها تتميز وتفوز بلقب المونديال، فكانت فعلا مفخرة للعرب. المزيد مع بلال بناري. في موضوع آخر، حل بولاية وربلا عدد من رفقة باحثين ومختصين ممن شاركوا في ملتقى الجزائر الدولي للإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، حيث قادتهم الزيارة إلى مختلف المعالم الأثرية والدينية والسياحية بالولاية. المزيد مع خالد بن جرينا. على هامش ملتقى الجزائر الدولي للإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، حل بولاية ورقلة عدد من أحفاد الشيخ المغيلي رفقة باحثين ومختصين في مجال التراث الإسلامي من أزيد من 20 دولة، حيث كان المقر العام للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا ببلدية الرويصات أولى محطات هذه الزيارة. الحمد لله أول شيء، والشكر للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجهوده، هم التي قاموا بهذا وجمع أحفاد محمد بن عبد الكريم المغيلي من كل الدول. نحن نشعر بالفخر كأحفاد للإمام المغيلي أن هذا الإمام استطاع أن يجمع المسلمين في هذا الملتقى الدولي. في هذا الملتقى المبارك، ملتقى باسم جدنا محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي جمع المسلمين من الإفريقية ومن بلدان الأخرى. الدلالة أن الملتقى سيدي عبد الكريم المغيلي هو لبنة من لبنات بناء الجزائر، وأن المشاركين في الملتقى الذي حظيت به الجزائر العاصمة أكبر دليل. ضيوف ولاية ورقلة كانت لهم زيارة لمختلف المعالم الأثرية والدينية والأماكن السياحية بالولاية. ولاية ورقلة وهي الولاية الرابعة بزيارتها، كان الهدف من الزيارة هو أولا الاطلاع على الإرث الحضاري والثقافي والاجتماعي للجزائر ككل، ولهذه الولاية العريقة والمتعمقة بالثقافة الإسلامية بشكل خاص. سافرت إلى دول عديدة، ولكن ما تلقيت مثل هذا الحفاوة والاستقبال والترحيب والترحاب العار الذي وجدناها من الإخوة الجزائريين. لأجل اهتمامنا على مشروع الإمام المغيلي وإيصاله إلى مساحات واسعة في البعد الإفريقي والآسيوي في سياق بناء الإنسان وفي سياق تجديد العلوم الإنسانية، فالترحاب وحسن الاستقبال وحسن الضيافة كان ما شاء الله. هي زيارة من شأنها مد جسور التواصل مع مختلف المجتمعات وتجسيد لاستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها التي نادى بها الشيخ المغيلي. ونختم النشر بما تسخر به ولاية الوادي من حرف يدوية تقليدية تبرز أصالة وتراث المنطقة، مما يسهم في إنعاش الحركة السياحية سيما مع انطلاق الموسم السياحي الصحراوي بالمنطقة. يقول محمد العلبي: الحركة السياحية بدأت تدب بعودة الزائرين التقليديين إلى الصحراء لتعكس بداية إقلاع لموسم سياحي جديد، وصناعات تقليدية وحرف يدوية ظلت صامدة بولاية الوادي، وها هي اليوم تسجل حضورها في إطار تنشيط السياحة الصحراوية. لما نخدم بزرابة لم يخدمها حتى واحد هنا بالواد. ننصح الشباب إذا يرجعوا للصناعة التقليدية ويربح، خاصة البنات هذا اللي قاعدين بحيتانهم يجون نعطيهم
الحوائج اللي يحب يخدموها يخدموها. يجب علينا تقريب هذه الحرف أو هذه الإنتاج إلى السائح حتى يخوض كل واحد حاجة عملية صنبول من ولاية الواد. وإحنا إن شاء الله بحول الله نبقى أوفياء لأجدادنا وجيالنا السابقة في الحرفة، سواء كان في مفهومها المتاعي، مورد اقتصادي واستمرارية وزيادة دخل الأفراد. نشوف رأن السياحة الصحراوية عاد بكثرة امتياز على مستوى ولاية الواد، وهذا نظرا من اشتياق الشباب بهذا السياحة هذه. خطط مسطرة لأصحاب مشاريع سياحية من أجل النهوض بالقطاع وإنعاشه، ومتتبعون يرون أن القطاع يسير نحو الانتعاش المتزايد موسما تلو الموسم. عندها 8 مسارات سياحية موضوعاتية لهذا التروج فيه مدير السياحة عن طريق البوابة الإلكترونية اللي أطلقتها الوزارة مؤخرا، وهذا للتعريف بأهم المقومات والمناطق السياحية المتواجدة بولاية الواد. السياحة الصحراوية في هذا الموسم تشكل علامة فارقة في القطاع في عديد مجالاتها، وهو ما يعتبر معطى إيجابي للسياحة في الجزائر، من شأنه تحقيق إيرادات اقتصادية إضافية، وولاية الوادي تطمح على أن تكون أفضل الوجهات السياحية، سيما وأن الصحراء الجزائرية تعد وجهة أساسية في حوض المتوسط. إلى تذكير بالعنوان، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوقع على قانون المقاومة.